الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وإهداءها إلى الحبيب وإهداء الثواب إلى الوالدين، هذه تسمى الصلاة البكرية. يؤثر أنها من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفائدتها أن من واظب عليها ليلة الجمعة ويوم الجمعة إذا توفي يتولى الحبيب صلى الله عليه وسلم إلحاده في قبره بيده الشريفة. فسئل الحبيب أحمد مشهور الحداد، قال: يموت الشخص في الهند، ويموت الشخص في مكة، ويموت الشخص في إندونيسيا، بلاد بعيدة، في نفس الوقت يكون مواظب، أين يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا أو هنا؟ هذه كيف يكون؟ مش متخيل. فقال له الحبيب أحمد مشهور الحداد شيخنا وحبيبنا: روح الحبيب صلى الله عليه وسلم كالشمس تظهر في جميع الأرض في نفس اللحظة، هو في كل مكان، روحه في كل مكان في الكون كله، يملأ الكون صلى الله عليه وسلم، ليس في مكان واحد. هذه الصلاة نرددها مع بعض 6 أو 7 مرات: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.